رئيس السيسي في باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي بدعوة من ماكرون، ويبحث على هامشها القضايا الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة للهيئات التابعة للدولة في الممارسات الاستثمارية والاقتصادية. ومصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتؤكد رفضها لأعمال العقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي ستنطلق غدا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء على محاور الرئاسة المصرية لقمة COP27 وأهم الإنجازات التي تحققت. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي سيستعرض التجربة المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام. حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول. وتناقش قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد والمقررة غدا في باريس عددا من القضايا، على رأسها سبل إيجاد أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات. وتهدف إلى إرساء قواعد نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا. We'll be right back.
تعد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد تعد فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال. كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة. دول العالم جميعها النامي والمتقدم منها باتت على يقين بحجم الأزمات الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالجميع بعدما تفاقمت الأوضاع جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. فبمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة و40 منظمة دولية و120 أخرى غير حكومية، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية تحت عنوان قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. القمة التي تعقد في وقت حرج وصل فيها الدين العام إلى مستويات قياسية في العديد من البلاد، تزدحم طاولتها بالعديد من الملفات من بينها إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الدين وتمويل التكنولوجيا الخضراء. القمة ستسلط الضوء على محاولة حل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها العالم، لا سيما تحديات الأمن الغذائي والطاقة وتأثيرها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة وضرورة السعي لتعزيز القدرة المالية للدول التي تواجه صعوبات وتلك الأكثر مديونية. قمة فرنسا التي ستشهد نحو 50 حدثاً جانبياً وست موائد مستديرة وأكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، ستبحث كذلك جهود تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء بالدول النامية والناشئة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة وعددا من كبار مسؤولي الشركة. تناول اللقاء سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة ومتابعة التعاون القائم معها في مجال الملاحة والمواني والنقل البحري في مصر، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبير والتي تم افتتاحها مؤخرا بحضور الرئيس السيسي، حيث أكد في هذا الصدد اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الأسكندرية الكبير بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل المواني والاستفادة من الخبرة الأجنبية على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة. من جانبه أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا، مؤكدا على تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة موانئ إضافية بما في ذلك من تشغيل المناطق اللوجستية والمحطات، وذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة في تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها. وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن تلك المباني سوف يتم تسليمها لصندوق مصر السيادي الذي سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المباني. في الوقت نفسه أكد مدبولي أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير يتسق مع خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي يحقق زيادة الدخل القومي لا سيما بالعملات الأجنبية ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات من أبرزها الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. We'll be right back.
وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو. لي في هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيج يتوافدون من مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمي واسمكم جميعاً بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري الكريم وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات. ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة احتفال مصر في 30 من شهر يونيو الجاري بالثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حين تنتفض لا يقف أمامها أي عائق، وهي أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار جمهوري بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لدعم البرنامج الحكومي المصري للتغطية الصحية الشاملة، كما وافق المجلس على استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الإفريقية. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة 53 لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله. في بداية الجلسة العامة للمجلس أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير عنه. وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية. الموافق على ما انتهى إليه رأي اللجنة يتفضل برفع يد. موافق. تفضل سيادة النائب المقرر بتلاوة القرار لأخذ الرأي عليه. وافق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. الموافق على القرار يتفضل برفع يده. موافق. إذن أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023. وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الأفريقية عن القرار الجمهوري بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. المحطات النووية دي مطلوبة كمصدر من مصادر توليد الكهرباء واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. أنا بوافق على هذا القرار رئيس الجمهورية وبوافق على هذه الاتفاقية. كما وافق المجلس نهائيا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالبحث عن البترول وتنميته. وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي
الحكومي عن القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي. أفريقيا سوق جيد جدا، احنا مش عارفين نستثمره، في حين الآخرين من دول أخرى من خارج القارة هم بيستفيدوا بأسواق أفريقيا، فده يعني دفعة للحكومة المصرية أن تبدأ تعمل استثمارات قوية ونستفيد بهذه العلاقة المهمة، وهذه التخفيضات ستؤدي نتائج جيدة. احنا طبعا بنوافق على هذه المسألة بشكل جيد جدا، وبنقول مصر أملها في أفريقيا. هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 9 يوليو المقبل. أشاد عضو مجلس النواب صلاح أبو هميلة خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري بموافقة مجلس النواب على اتفاقية استضافة القاهرة لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، مما يدعم صناعة الفضاء في مصر. كان في مشروع قرار بإنشاء هيئة الفضاء الأفريقية يبقى مقرها في مصر. طبعا مصر دايما بتستضيف مثل هذه المجالات، الحقيقة عندنا أكثر من نشاط مقره في مصر، ومصر يعني مؤهلة لكده حقيقة بين الدول الأفريقية. وعلى فكرة كان في منافسة شديدة جدا بين 5 دول لاستضافة الوكالة دي، والحمد لله ربنا أكرمنا أن احنا خدنا استضافتها في مصر، والحاجة طبعا سواء علمية أو تقنية حاجة كويسة جدا في المستقبل القريب. والحقيقة احنا أصلا علميا مؤهلين لكده، احنا عندنا أقمار صناعية موجودة، مصر تمتلك أقمار صناعية، عدة أقمار صناعية، وده الحقيقة هيساعدنا في المستقبل القريب على استكمال هذه المنظومة الفضائية. وأكدت عضوة مجلس النواب آية فوزي خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري على أن قطاع البترول حقق طفرة كبيرة. هذه الاتفاقيات تحولنا من دولة كان اعتمادها بشكل كبير جدا على احتياجاتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي في الاستيراد، حاليا احنا بقينا دولة عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، عندنا يعني انتاجية محترمة جدا، والانتاجية كل مدى بتزيد من الزيت الخام. فيمكن كل هذه الجهود الحقيقة وزارة البترول تستحق عليها كل الثناء والشكر، لان هي بتساعد بشكل كبير جدا ان هي تدعم الموازنة العامة للدولة وتدعم موارد الدولة. بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تنظم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم تنظم عروضا وتخفيضات خاصة في 54 مولا تجاريا و124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس بإجمالي 1456 محلا. نستنيكم يوم 30/6 نحتفل مع بعض، كل سنة وانتم طيبين. عاملين عروض وتخفيضات على كل المنتجات، مستنيينكم. هيكون في مفاجآت وخصومات كتيرة جدا، إن شاء الله نستناكم بإذن الله. منتظرينكم السنة دي بعروض تكسر الدنيا يوم 30/6. كلنا مستنيينكم يوم 30/6 هنحتفلوا كلنا بكل فروع عزه. مستنيينكم يوم 30/6 نحتفل مع بعض في كازون الشرق.
عشان كلنا واحد، هنحتفل كلنا هنا مع بعض في قرية بلبع. انتظرونا إن شاء الله يوم 30/6، عروض وخصامات، واحد خطاب بتجمع كل الأحباب. كل سنة وانتم طيبين، استنونا يوم 30/6 مع أقوى العروض مع مطاعم أسماك الدورة. وإن شاء الله تلاقوا عروض وتخفيضات تنول إعجاب حضراتكم. مستنيينكم 30/6 في كل فروع جراندي كافيه. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله يوم 30/6 نحتفل مع بعض في تشيكن تكة. مستنيينكم 30/6، كل سنة وانتم طيبين، في عروض ومفاجآت هتعجبكم إن شاء الله. استناكم في ميت موت 30/6 نحتفل مع بعض، كل سنة وانتم طيبين. تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية. ووصل عدد الحجاج المترددين على العيادات إلى 7129 حاجا، فيما بلغ عدد الحالات المتواجدة حاليا بالمستشفيات السعودية حوالي 12 حالة وتتلقى العلاج اللازم. جموع غفيرة لضيوف الرحمن شهدتها كافة الميادين المؤدية للحرم المكي لبدء الرحلة المقدسة، والتي واكبتها حالة استنفار قصوى الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريين من كافة البعثات النوعية وعلى كافة الأصعدة لتهيئة الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة. عيادات البعثة الطبية المصرية رفعت حالة الاستعداد القصوى لتقديم خدماتها العلاجية للحجيج. تجهيز أكثر من 18 عيادة في مكة المكرمة وحوالي 5 عيادات في المدينة المنورة بيتوفر بها أكفأ الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، والعيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية من الكيو آر كود واللي هو المسح الضوئي اللي هو بيقدر يقرأ كافة بيانات الحاج من على الكارت بتاعه، وتوفير كافة الأدوية لكافة الحجيج. احنا وصلنا لحوالي 7000 حاج. الحمد لله تم تقديم الخدمة الطبية على أعلى درجة وصرف الأدوية ليهم. تم تحويل 24 حالة للمستشفيات، خرج الحمد لله حوالي 14 حالة، ومتبقي دلوقتي 10 حالات بيتم متابعتهم. احنا بنعمل ليل نهار على تقديم أقصى درجات رعاية صحية لأهالينا حجاج بيت الله. معظم الحالات المرضية التي استقبلتها عيادات البعثة الطبية تعاني من إجهاد ونزلات برد نظرا لتغير الأجواء المناخية. مترددين الحياة في تزايد الفترة الأخيرة، يمكن عشان زيادة أعداد الحجاج. الحمد لله ما عندناش إصابات خطيرة، بس الحمد لله العيادة مفتوحة على مدار الساعة وبتقدم الخدمة لأغلب اللي موجودين في الفندق، سواء كان خدمة علاجية أو خدمة توعوية من باب النصايح، لأن سيادتك عارف قبل موسم الحج مهم جدا إن في نصايح تتقال للحاج علشان صحته خلال فترة الحج، وعلشان إزاي يحافظ على نفسه وإزاي يبقى له نظام غذائي كويس وإزاي يبقى صحته أفضل عشان يكمل مناسك الحج. ضيوف الرحمن عبروا عن سعادتهم البالغة بأداء الفريضة وما تقدم البعثة الطبية المصرية من خدمات صحية متكاملة. 100 100، حاجة ما كناش نحلمها ولا نتخيلها، والله حاجة ما نحلمش بها خالص خالص. حاسة أنني في جنة وربنا بيعوضني صبري كله هنا. المفاصل عندي كانت التهابت، جيت أسول الضغط وحسيت أن فيها فعلا اهتمام 100%. أنا معايا علاجي توقف وخدت علاج جديد من الدكتور مدير العيادة، وجزاهم الله عنا كل خير. اللي عنده أي حاجة بيخش مباشرة على العيادة الطبية للبعثة المصرية. الناس بتقوم بالواجب، ويقولوا لو في علاج ناقص أو حاجة بيصرفوا العلاج. مراتي تعبت، قالوا عندها الضغط بقوا يجروا هم الكل، أنا عندي شوية تعب بقوا هم الكل حوالي، مش حد قصر فيي. حالة استنفار قصوى تعيشها البعثة الطبية المصرية على مدار الساعة لتقديم خدمات علاجية تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. We'll be right back.
إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا رابع جلسات المحور المجتمعي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. وتناقش جلسات الغد قضايا مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، فضلا عن أسباب العنف الأسري وسبل مواجهته، بالإضافة للمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. أكدت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على ضرورة تبادل الخبرات بين الشباب المصري من الباحثين من خلال التواجد بالملتقيات العلمية العالمية. ووجهت جيهان البيومي الشكر للرئيس السيسي على متابعته الشخصية لجلسات الحوار الوطني. نوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس، متابعته المستمرة لفعاليات الحوار الوطني، ووعده ان هو قال ان التوصيات سيتم مش الاخذ بها على عين يعني اعتقد ان هو قال انها هتبقى خلاص مستجابة، وده فعلا اللي احنا بنأمل بيه الفترة الجاية. البحث العلمي او التعليم بصفة خاصة ليهم اولويات كبيرة قوي عند فخامة الرئيس، وده اللي بيبان من خلال اللجان المختلفة اللي احنا بنحضرها هنا في الحوار الوطني والتوصيات اللي احنا بنبتدي ان شاء الله نتقدم بيها. يمكن في جلسة النهاردة كنا بنتناقش على البحث العلمي، والشق الاساسي اللي انا يمكن اشرت اليه موضوع ان الندوات والمؤتمرات الدولية ضرورة التبادل، تبادل الخبرات وتبادل الثقافات ما بين شباب الباحثين في مصر ومشاركة فعالة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا كنت ببقى قد إيه فخورة لما أشارك في مؤتمر دولي وابتدي أقول أنا مصرية بتعلم الكتير، بتغير ثقافات، بتغير فكر، وبطلع أجيال ليها فكر مختلف. فوجودنا في المؤتمرات الدولية والندوات الدولية يعني حاجة فعلا أنا شايفة أن هي شق أساسي للبحث العلمي. للأسف يمكن في الفترة مش الفترة الراهنة مع الأزمة الاقتصادية هنتكلم عليها، ولكن من زمان وأنا بقول دايما البحث العلمي أو الشق بتاع الندوات والمؤتمرات ليه تكلفة عالية قوي، يعني مش في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، لا ده من فترة طويلة. يعني عشان كده كان بيعزف عنه الباحثين إن هم أساتذة، معيد أو مدرس مساعد، إن هو القدرة المالية لا تستحق. فأتمنى من توصيات الحوار الوطني إن هي دعم الشباب الباحثين بالذات، احنا محتاجين نخلق او نطلع اجيال بفكر جديد للجمهورية الجديدة. اكد امين عام جمعية رجال الاعمال المصريين مجد الدين المنزلاوي ان تعميق التصنيع المحلي امر اساسي يحمل الكثير من الايجابيات. واوضح المنزلاوي ان تعميق التصنيع المحلي سيسهم في زيادة حجم الانتاج وفرص التصدير. تعميق التصنيع المحلي الحقيقة اساسي وله نتائج كثيرة، لأن تعميق التصنيع المحلي بيعني أكثر من حاجة إيجابية. الحاجة الأولانية أنه بيعني زيادة الاستثمار، لأن أي تعميق لتصنيع يجب أن نضخ استثمارات جديدة عشان نقدر نعمق الصناعة في هذا المجال. الحاجة الثانية، أول لما بنزود حجم الاستثمار بيدي نتيجة على طول لزيادة حجم الإنتاج، يبقى الناتج القومي ممكن يزيد. ولو زاد حجم الاستثمار والناتج القومي ده بيدي فرصة للتصدير، وبالتالي أحد النتائج الإيجابية لتعميق التصنيع المحلي هو زيادة حجم الصادرات. فالمعادلة بتتم الحقيقة بنتائج مهمة جدا. قالت هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة إدارة المالية العامة، وأشارت إلى أن الجلسات بحثت نقاطا مهمة من بينها شمولية الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. جلسة اليوم في لجنة عجز الموازنة والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ركزت النهاردة على إدارة المالية العامة، إدارة المالية العامة، واتكلمنا في أهم ثلاث نقاط.
شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. بنتكلم بشكل عام، تطرق البعض إلى البنود المتواجدة والمدركة في الموازنة العامة، وتدرج البعض الآخر لبعض من المقترحات والحلول. بالنهاية كل الحلول بتهدف لسد الفجوة علشان خاطر نقدر نحل المشكلة الاقتصادية المتواجدة اللي بتهم المواطن المصري. وده خليني أقول لحضرتك إن في آليات كتيرة جدا، مش بس فقط إن احنا نتطرق إلى البنود اللي موجودة داخل الموازنة، ولكن علينا أيضا أن نفكر كيف يمكن أن نستطيع كمصريين في زيادة الدخول، زيادة الدخول اللي هتقدر أصلا تكون مصدر من مصادر الدخل علشان نسد الفجوة. أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان بعد تجدد الاشتباكات عقب انتهاء هدنة استمرت 3 أيام. وأضاف الجيش السوداني أنه تم القبض على عدد من قوات الدعم السريع، كما تسلم 10 مركبات قتالية بكامل العتاد، فيما تواصل قواته تمشيط المنطقة وضواحيها لمطاردة الفارين من قوات الدعم السريع، بينما رصدت اشتباكات على الأرض في جنوب العاصمة الخرطوم. أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة بقيمة 172 مليون دولار. وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه من خلال هذا التمويل قدمت الولايات المتحدة أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في هذه السنة المالية للسودان والدول المجاورة، بما في ذلك تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليا والمتضررين من النزاع في المنطقة. بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية خروج نحو 1/3 مرافق الرعاية الصحية من الخدمة في مناطق الاشتباكات بالسودان. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان، وحثت الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لنحو 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الخطر الذي تشكله الأوبئة سيزداد خلال موسم الأمطار القادم في ظل صعوبة الوصول إلى مياه صالحة للشرب ونزوح السكان ومحدودية القدرة على اكتشاف تفشي الأمراض مبكرا. وعودة إلى النشاط الرئاسي، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية رئيس شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتعاون البناء مع الشركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا. وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل المعرفة وبناء الكوادر، ومشيدا بجهود شركة ألستوم في هذا الصدد. من جانبه أكد رئيس الشركة الفرنسية اعتزام التوسع في أعمال الشركة في مصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام المصري.
طالبت مصر بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض مصر الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، منوهة إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل. آخره كان اقتحام مدينة جنين منذ يومين، ما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية. وشددت مصر على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فوري حقنا للدماء ومنع للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع ممارسات سلطات الاحتلال والمستوطنين والمنظمات المسلحة بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل رفع التقارير الدورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن، وانتقدت صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الممارسات. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تبذل جهودا على المستويات الأممية والدولية لاعتماد منظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني كمنظمات إرهابية على قوائم دول العالم. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى اعتداءات المستوطنين التي وقعت مساء أمس بحق الفلسطينيين في العديد من البلدات والقرى. أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين خلال اقتحام عدد من المستوطنين إحدى بلدات شمال شرق رام الله. وأوضحت السلطات الفلسطينية أن نحو 400 مستوطن هاجموا بلدة ترمس عيا، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، بينهما إصابات خطيرة. كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس الروسي يقول إنه سيتم نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات النووية قريبا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري قريبا نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل 10 رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية. وفي كلمة للخريجين الجدد من الأكاديميات العسكرية، شدد بوتين على أهمية القوات النووية الروسية التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو، مشيرا إلى أن المهمة الأبرز هي التطوير النووي، ومؤكدا على أنه ضمان مهم للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي. على الجانب الآخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عملية إعادة إعمار بلاده ستكون رسالة انتصار ضد روسيا. وخلال كلمته في مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحمي أوروبا والعالم مما وصفه بهدم قيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية كانت سببا في وحدة أوروبا والناتو. وقال زيلينسكي أن كييف تنتظر من الناتو موقفا شجاعا بالموافقة على انضمامها إلى الحلف الشهر المقبل، مشددا على حاجة بلاده الملحة للحصول على منظومات دفاعية وطائرات قتالية وذخيرة لضمان الانتصار ضد روسيا. Recently, Russia committed also the largest crime of ecocide in the Europe, blowing up the dam and other structures of the wall where there is a need to construct.
وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وقالت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت إن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها في اجتماع سفراء التكتل في بروكسل، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تضييق الخناق على روسيا لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة سابقا. انطلقت المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة مجموعة من الأحزاب بالإضافة لتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كما يحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة. يهدف الملتقى لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، فضلا عن عرض الرؤى المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان. أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن المجتمع المدني شريك أساسي لتحقيق التنمية، وخلال افتتاحه مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة بمكتبة الإسكندرية، شدد الشريف على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع ومواجهة التطرف وتنمية الثقافة المحلية. وأشار الشريف إلى أن مشاركة جميع المؤسسات من وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة والجامعة والمكتبة في هذا المؤتمر تؤكد إيمان الدولة بدور المجتمع المدني كشريك فعال في بناء الجمهورية الجديدة. احنا بنعمل المؤتمر الثاني عن المجتمع المدني خلال اقل من سنه بالاشتراك مع وزاره التضامن. من المعروف ان المجتمع المدني طبعا شريك اساسي في عمليات التنميه، اللي هي يعني الاعمده الثلاثه للشراكه: الدوله والمجتمع المدني والقطاع الخاص. احنا يعني في المؤتمر السابق وفي هذا المؤتمر بندعي عدد كبير جدا من الجامعات الاهليه، بتعرض منتجاتها وبتتكلم عن تجاربها وبتتكلم عن الإسهامات الأساسية اللي هي عملتها وإيه العقبات اللي بتواجهها. الحديث يدور حول دور المجتمع المدني في بناء الدولة، في التنمية المستدامة، في مناحي كثيرة تربط بين العمل الأهلي واستراتيجيات الدولة وتحقيق الأهداف المرجوة. هو ده المستهدف من المؤتمر والحوار، وأعتقد هو موضوع مهم وشائك ومحتاج إن احنا في المجتمع المصري نحط له اطر واضحه بسبب سنين من يعني كان في خلط بين العمل المدني والعمل السياسي واهداف التنميه. ونتابع مع حضراتكم الان الاخبار الاقتصاديه. الجوله في اخبار المال والاعمال وفاطمه خليل، اليك فاطمه. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق، واهلا بكم مشاهدينا وجوله اقتصاديه جديده. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة المنطقة الجنوبية للقناة هدفها هو زيادة استيعاب السفن التي تعبر من المجرى الملاحي. وأضاف ربيع أن الهيئة تسعى لإتمام ازدواج قناة السويس بصورة كاملة لأنه سيساهم في زيادة معدل العبور اليومي للسفن ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي. الموضوع كويس قوي، الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه، الموضوع كان موجود في الأدراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس ناقشوا معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضه في الرئاسه واتصدق عليه كمشروع قومي لقناه السويس. انا عايز اقول ان المشروع ده هيبقى هو حجر الزاويه لاستكمال الدبلنج لقناه السويس، او ان تبقى كلها بالكامل قناه ازدواجيه كامله. يعني احنا بنحط اساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني احنا لو بنزود ال 40 متر في جهه الشرق في المشروع ده، يعني في 30 كيلو، وبنزود الاعماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر، وبنعمل في البحيرات المره الصغرى 10 كيلو ازدواج
عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72 يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامه في قناه السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع. كما أعلن الفريق سما ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الحوادث التي تقع في المجرى الملاحي للقناة ضئيلة للغاية ولا تمثل أي خطورة. وأضاف ربيع أن معدل الحوادث بلغ 9% من عدد مرور المراكب بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أن ذلك وضع طبيعي. نتكلم عن نسبة 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر، طبعا نسبة ضئيلة جدا، يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب مر في قناه السويس كاحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدات تتكلم ان في حوادث كتير بتحصل في قناه السويس، لا ده مش كتير ولا حاجه، لا ده وضع طبيعي. لكن هو المهم ايه؟ هي المهم الحادثه اللي حصلت، ولا المهم ان انت بتتعامل ازاي مع الحادثه؟ يعني هو ده بقى المهم، ان انت برضو اول حاجه عندك اللي احنا الرؤيه اللي قلناها والاستراتيجيه بتاعت الهيئه اللي احنا قلناها، المحافظه على الامان والاستدامه في قناه السويس، ان انت تعبر في التوقيت اللي احنا قايلين عليه. هذا وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات قناة السويس بلغت خلال عام 2022-2023 حوالي 9.4 مليار دولار بزيادة 35% عن السنة الماضية. كما أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ليست للإيجار، وأن ما يثار من شائعات عن تأجيرها لمدة 62 عاما غير حقيقي بالمرة. طبعا هو غير وارد موضوع أن احنا نخصص حاجة في قناة السويس أو أنها تتأجر لـ 99 سنة أو عايزين نقول أصول الهيئة دي ملك المصريين، وطبقا للدستور أي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما. يمكن احنا اتكلمنا عليه لما كان كلام على الصندوق السيادي قبل كده، وقلنا أن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول، فده الموضوع طبعا بعيد عن الموضوع. الموضوع الثاني بالنسبة للبورصة، فعلا احنا طرحين شركة الرباط 20% منها كتجربة في طرح الحكومي. احنا دايما بنتمشى على فكرة هيئة قناة السويس دايما بتمشي مع الحكومة ومع سياسة الحكومة ومع الدولة، يعني دايما مشجعة لها. فاحنا الشركة دي شركة واعدة وناجحة ومحققة نجاحات كبيرة، فاحنا طرحين 20% في الاطروحات 20% منها، ودخلناها في شركه قابضه دلوقتي عشان ينفع الموضوع ده كمبدا ان احنا ممكن نكمل الموضوع ده، لانه برضه هيبقى في عائد كويس ليه، ما دام الشركه ناجحه يبقى فيها اقبال على الاسهم بتاعتها، وبالتالي هيبقى في عائد يعود على قناه السويس وعلى الدوله. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريره ربع سنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية. تضمن التقرير نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 31.4% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وذلك لانخفاض قيمة الواردات غير البترولية. كما تناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من عام 2023، حيث جاءت الصين في المركز الأول كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة ب1.6 مليار دولار، ثم السعودية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار. في أسواق البترول العالمية انتعشت أسعار النفط خلال التعاملات مع تراجع محتمل لمخزونات الخام الأمريكية، وهو ما طغى أثره على مخاوف مرتبطة بالطلب الصيني. صعد خام برنت بنسبة 1.3% ليصل إلى 76.68 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.36% مسجلا 72.16 دولار. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.21
0.2% لتصل إلى $2.52 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل $2.52 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تمسكه بخفض التضخم إلى مستوى 2%، مما أثار المخاوف من اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي. أضاف باول خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي أنه يتوقع أن يرتفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بحلول نهاية العام. كما أضاف رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أن الوصول بالتضخم إلى مستوى 2% لا يزال بعيدا، مشددا على رغبة المركزي الأمريكي في الوصول إلى النسبة المستهدفة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف ونهى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. في إطار تشجيع السياحة، نظمت منطقة الأهرامات حدثا خاصا يعطي طياري الباروموتور المحترفين فرصة التحليق فوق الأهرامات. رياضة الباروموتور تعتبر طريقة مثالية للاستمتاع بالطيران الشراعي، حيث يتم تزويده بمحرك يتيح للطيار الإقلاع والهبوط بسهولة ويسر من الأرض بدون الحاجة للبحث عن منحدر عال للانطلاق. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. فاطمة معها التفاصيل، تفضل. شكرا نهى، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. حققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا بمدينة برلين 6 ميداليات جديدة ليرتفع رصيدها إلى 14 ميدالية متنوعة. استطاع منتخب مصر لألعاب القوى اقتناص 2، واحدة ذهبية للاعب محمود البهواشي في سباق 200 متر حرة، وبرونزية للاعبة آية نصر في نفس السباق، بينما حقق منتخب السباحة 2 ميدالية للاعب أدهم البيلي في سباق 50 متر صدر. كما حققت لاعبة رفع الأثقال محاسن حسن 3 ميداليات تنوعت بين ذهبيتين وفضية. توج لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش محمد حمزة بالميدالية الذهبية في منافسات فرد الرجال ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في مصر. تمكن حمزة من الفوز في المباراة النهائية على مواطنه علاء الدين أبو القاسم صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل كل من عبد الرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين في البطولة ذاتها. وعلى صعيد منافسات فرد السيدات بالبطولة، حققت لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف ندى حافظ الميدالية الفضية بعد خسارتها من بطلة الجزائر سوسن بوضياف، فيما حققت البطلة المصرية مريم الدغيدي الميدالية البرونزية. فاز المنتخب الوطني لشباب كرة اليد مواليد 2002 على نظيره السعودي بنتيجة 42-34 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة ببطولة العالم للشباب. ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني مبارياته بالدور الأول يوم الجمعة المقبلة بمواجهة نظيره اليوناني صاحب الأرض في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. يلتقي حرس الحدود مع الأهلي في 9:30 من مساء غد الخميس باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 من الدوري الممتاز. يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة، جمعهما من 30 مباراة خاضها في البطولة. يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في 6:30 من مساء غد الخميس على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور 16 من بطولة كأس مصر. كما يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على نظري سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:30 مساء غدا على استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات دور 16 للبطولة. أعلن نادي روما الإيطالي تعاقدهم مع المدافع الإيفوري إيفن نديكا بعقد يمتد حتى 2028 في صفقة مجانية بعد انتهاء عقد اللاعب مع انتر اخت فرانكفورت الذي لعب له منذ عام 2018. ويعد نديكا هو ثاني لاعب ينضم لروما قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع الجزائري حسام عوار عقب انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لزملاء الاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. دخلت عمليات البحث عن غواصة سياحية مفقودة في المحيط الأطلنطي يومها الرابع، وقال خفر السواحل الأمريكي إن عمليات البحث والإنقاذ ستتواصل رغم أنها لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن. وأضاف متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي أن 10 فرق إنقاذ إضافية ستنضم إلى جهود الإنقاذ خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى 5 فرق العاملة الآن في موقع اختفاء الغواصة التي اختفت أثناء نقلها ركابا في رحلة إلى حطام السفينة تايتانيك بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا. الغواصة تيتان مصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي الركاب 5 على متنها فترة حتى صباح غد الخميس قبل أن ينفد الهواء بداخلها. الآن مع الأحوال الجوية والطقس. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا نهى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 22، اسكندرية 28 20، مطروح 28 21، بورسعيد 29 22، إسماعيلية 34-22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33-21، العريش 30-21، طابة 34-23، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 38-26، أسوان 39-26، الوادي الجديد 37-26، شلاتين 36-26، حلايب 33-27، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي في باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي بدعوة من ماكرون، ويبحث على هامشها القضايا الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة للهيئات التابعة للدولة في الممارسات الاستثمارية والاقتصادية. مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وتؤكد رفضها لأعمال العقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا التاسعة، ممتدة متواصلة مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسين. مساء الخير. ازيك يا نهى؟ ازيك يا يوسف؟